أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث مخصصة للحديث عن مشاورات الحكومة الشرعية مع ميليشيا الحوثي بخصوص المحتجزين. عقد ممثل الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان لبحث تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. المكتب الإعلامي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث ذكر أن اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين عقدت اجتماعا مغلقا في العاصمة الأردنية عمان، هو الثالث لها لمتابعة تنفيذ اتفاق التبادل. يأتي هذا الاجتماع بعد أيام من إعلان الحكومة الشرعية تجميد العمل باتفاق ستوكهولم. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: فرص نجاح اتفاق تبادل الأسرى، وأسباب عودة الحكومة الشرعية للعمل باتفاق ستوكهولم بعد إعلان تجميده. لا يزال اتفاق ستوكهولم يراوح مكانه منذ أكثر من عام بعد أن فشلت الأمم المتحدة في إلزام ميليشيا الحوثي بتنفيذه، بما في ذلك البند الإنساني المتعلق بالأسرى. فشل اللقاءات السابقة التي عقدها ممثلو الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في الوصول إلى صيغة اتفاق لتبادل الأسرى دعا الأمم المتحدة إلى ترتيب لقاء جديد هو الثالث في العاصمة الأردنية عمان. الاجتماع يأتي بعد أيام من تصريحات سابقة للحكومة الشرعية بتجميد العمل باتفاق ستوكهولم، ما يضع تساؤلا حول أسباب عودتها للمشاورات، خصوصا أن أغلب المؤشرات لا تدل على قرب الوصول لانفراجات تتعلق بالأسرى. الحكومة الشرعية وفي معرض ردها على أسباب فشل تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى قالت إن الميليشيا تتعمد عرقلة التوصل إلى اتفاق وفق مبدأ الكل مقابل الكل، متهمة إياها بالسعي إلى تجزئة هذا الملف وتحويله من ملف إنساني إلى ملف للمساومة السياسية. السفير اليمني في عمان علي العمراني قال في تصريحة لصحيفة الدستور الأردنية إنه يستبعد أن يتم الوصول إلى حلول أو اتفاقات خلال المباحثات الجديدة بسبب إصرار الجانب الحوثي على عدم تحقيق أي خطوة إيجابية للسلام. وعلى الرغم من تعثر الاتفاق إلا أن جهودا ووساطات محلية نجحت في وقت سابق في الإفراج عن العديد من الأسرى والمحتجزين بين الجانبين في عدة مناطق بالبلاد. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من فيينا رئيس مؤسسة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. أهلا بك سيد الحميدي. بداية، ما الذي يمكن أن يتحقق في هذه المباحثات أو هذه الاجتماعات في ظل الجمود وتصلب المواقف إلى الآن؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في حقيقة الأمر أهلا بك، أعتقد اليوم أن الذهاب إلى العاصمة الأردنية ومناقشة بالذات ملف بين قوسين المعتقلين والأسرى وفق اتفاقية أو صيغة ستوكهولم هو جاء تلبية لدعوة جريفيث الذي يبدو أنه شعر حتى اللحظة الأخيرة أن هذا الاتفاق سيذهب في مهب الريح يعني إلى مهب الريح وربما يترك مهمته في اليمن دون تحقيق أي إنجاز حقيقي. أنا أعتقد أنه لا توجد أي بوادر حقيقية اليوم لاتفاقية لإنجاح مباحثات عمان بشأن اتفاقية ستوكهولم، لأن هنالك متغيرات كثيرة حدثت منذ توقيع هذه الاتفاق إلى اليوم، سواء من حيث أعداد المعتقلين أو حتى توتر العلاقة بصورة كبيرة جدا بين الطرفين، الحكومة الشرعية خاصة بعد أسرى مناطق الحد الجنوبي واستعراضات مهمي إلى غير ذلك، إلا إذا كانت السعودية هي الضاغطة بهذا الاتجاه، وأعتقد أن هذا أيضا له بعد آخر، لكن لا يوجد أي أمل حقيقي باعتقادي أو أفق حقيقي بهذا الخصوص لإنجاح أي صفقة بهذا الشأن، خاصة أن يعني الأمم المتحدة أو جريفيث أو هذه الأطراف اليوم تحاول قدر الإمكان أن تحقق إنجاز، خاصة وأن المبادرات المحلية التي تمت بين فصائل المقاومة وجماعة الحوثي هنا وهناك نجحت بصورة أكبر من الأمم المتحدة إلى حد ما، والأمم المتحدة اليوم تريد أن تدخل في هذا الصدد لتحقق إنجاز ولو بسيط، لكن أنا لدي قناعة أن هذا الأمر اليوم شبه مستحيل إلا إذا كانت هنالك
أمر آخر غير معلن ربما من تحت الطاولة، بمعنى أن يكون هنالك مفاوضات سعودية حوثية برعاية أمريكية وغير المعلن عنه، هذا أمر آخر. لكن التغيرات التي حدثت على الأرض والطوارئ التي دخلت على اتفاقية ستوكهولم منذ ديسمبر 2018 أو 2019 إلى اليوم، أعتقد هذا يعني لا يبعث كثير على إنجاح مثل هذه المفاوضات. في هذا السياق، يعني قبل فترة الحكومة اليمنية أعلنت أن ستوكهولم في حكم الميت بالنسبة لها، اليوم هناك هذا التواجد في عمان، يعني كيف تجد هذه النقطة؟ والله أنا أعتقد اليوم الحكومة الشرعية بحد ذاتها اليوم هي لا تملك من قرارها شيء، هي لديها اليوم يعني ماذا أقول لك، يعني مقلمة الأظافر. اليوم أصبحت الأرض مسيطر عليها أطراف أقوى من الحكومة الشرعية سياسيا وأقوى من الحكومة الشرعية عسكريا. اليوم أمس الإمارات أو نائب رئيس الأركان عندما يتحدث عن إنشاء 200,000 مجند خارج إطار الشرعية، فبالتالي اليوم هذه الشرعية حتى لو صرحت هنا أو هناك فهي لا تمتلك في حقيقة الأمر شيء. اليوم ماذا يعني تصريح الحكومة الشرعية بموت ستوكهولم وجبهة الساحل الغربي الذي يمكن أن تضغط على الحوثيين من جهة الحديدة بيد الإمارات بالدرجة الأساسية، وبمعنى أصح تأتمر وتستلم رواتبها وتسليحها؟ ماذا نتحدث اليوم عن اتفاقية ستوكهولم والبند المتعلق بحصار مدينة تعز؟ إلى حد اليوم لم يتم حل حالته. اليوم كيف نتحدث عن اتفاقية ستوكهولم ولم يوضع الإطار المتعلق ب الممرات إلى غير ذلك موضع التنفيذ؟ أعتقد هذا نوع اليوم من التهدئة ونوع من المكايدة وربما لإخفاء أمر سياسي يدور بين أطراف أخرى ستكشف عنه الأيام القادمة. لكن أعتقد بواعث الأمل بالأمم المتحدة أو بالمفاوضات في عمان ضئيلة جدا وضئيلة جدا، يعني خاصة إذا تحدثنا لأنه قبل الأحداث الأخيرة كان هنالك اتفاق تقريبا على 2000 اسم من هنا وهناك. اليوم الأسماء زادت، المعتقلين أصبحوا بالمئات بحسب تصريحات الحوثي. إلى أين وصلت؟ يعني كم هو عدد الأسماء الآن سيد الحميدي؟ هو بحسب القوائم ستوكهولم 17,000 مقابل 7,000 على الأقل في هذا الخصوص، ونعتقد أن هنالك أسماء وهمية وأسماء مزايدة. بالنهاية أتصل على الأسماء الحقيقية حتى غير ما تعلن بها الحكومة لأنه لا توجد قواعد بيانات واضحة، لكن أعتقد العدد هو سيتقلص بصورة كبيرة. لكن طيب هنالك تقريبا، دعنا نشك معنا في الحوار سيد الحميدي. السيدة أمت السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين التي تنضم لنا عبر الهاتف، أرحب بك سيدة الحاج. إلى أي مدى أنتم متفائلون ب الجولة الجديدة أو الاجتماعات المتعلقة بملف الأسرى والمختطفين؟ حياكم الله ونشكركم على تناول هذه القضية الإنسانية، وأيضا نشكر ضيفك الكريم الذي أثلج صدري بهذا الكلام الذي طرح مرتب وكثير منه كنت أريد أن أتحدث به. لسنا متفائلين بهذا الأمر لأن نحن قد جربناهم والمجرب لا يجرب. الشيء الثاني أنه مثل الذي يعطي الذي قدوا على شفا الموت نقطة من الماء، يعني وفي الأخير معلش نقول نشوف لفين بيوصلوا. لكن الآن عن من يتحدثوا؟ أسرى حقها سنة كم؟ هل سنة 2016 ولا 2017 ولا 2018 ولا 19 ولا 20 الآن؟ أي أسرى يتكلمون عنهم؟ أي من يفرجوا عن من بالضبط؟ عن أي كشوفات وبيانات سيتكلموا؟ يوضحوا لنا، ولا أهم شيء من تجتمع اللجنة؟ أهم شيء أنه الأمم المتحدة أو المبعوث يجمع الفرقاء فقط، يلعبوا بمشاعر الأمهات. مع اليوم الأمهات اللي اجتمعت اللجنة علشان الأسرى والمعتقلين وسيتم التعامل، والأمهات فقدين ثقتهم بهؤلاء الناس. الصدق يقال، لأنه يعني كل مرة يجتمعوا يكسروا قلوب الأمهات، هذا الذي بيحصل من هؤلاء المتفاوضين.
لماذا لا تكون هذه القضية هي أولوية لدى الجميع؟ يا أخي من بداية ما اشتغلوا في ستوكهولم وجلسوا مع بعض في السويد لا رأينا شيء خرج على ظهر الحقيقة والواقع، لا الحديدة ولا تعز ولا المختطفين ولا الأسرى ولا غيرهم. رغم أننا كرابطة أمهات المختطفين وأمهات المختطفين لا نرضى بقضية التبادل، ولكن نقول يلا معلش مشي له إنقاذ حياة أبنائنا، إنقاذ حياة الناس، رحمة بالأمهات، رحمة بالأبناء. وافقنا وقلنا نمشي مع هؤلاء الناس في إخراج هؤلاء المظلومين داخل السجون. الآن السنة الخامسة دخلت عليهم وهم داخل السجون. يعني إيش ما أدري الإنسان كيف يعبر عن هذه القضايا. هذه انتهاكات تقوم بها الجهات هذه. لما يرفع السقف إلى الأخير ثم ينهار هذا السقف فوق هذه الأمهات التي منتظرة أي حين أن يخرج ابنها. أنت تعلم أن اتفاقات ستوكهولم والمفاوضات هذه أرقلت كثير من خروج الناس في مسألة التفاوض وخروج بعض الأشخاص المدنيين، لأنه خلاص الكشوفة دخلت في مجال مزايدات ودخلت في جانب سياسي وأصبح الموضوع خاضع للجانب السياسي. إذا نجح الجانب السياسي نجحت هذه القضية، وإذا فشلت هذه القضية. ولذلك كما ذكر أخونا توفيق ما فيش مسألة، لكن يعني يقول الغريق يتعلق بقشة ناهي. طيب يجتمعوا يخرجون على طريق، وهذه ستكون آخر فرصة لهم. لو قدروا إن شاء الله، لو قدروا إن شاء الله أن يخرجوا بقضية بسيطة أو حتى إفراج عن مجموعة، سنقول والله في أمل إن شاء الله أنه سيخرج. يا أخي كشف المرضى قدمنا عدة اجتهاد كم من مرات للمبعوث الأممي، ولا مكتب المبعوث الأممي ولا الشرعية ولا المتفاوضين. كشف المرضى احنا ما عندنا قدش يخرجون كلهم، يخرجوا تبادل بالمرضى، المرضى عند الطرفين ويخرجوا هؤلاء الناس كقضية إنسانية حقيقة عاجلة. هذا الذي نطالب به. كي يورونا هذه المصطفقات، لا يجلسوا يضحكوا علينا ويضحكوا على العالم اللي احنا عملنا وسوينا واتخذنا وعملنا قرارات وسوينا وجلسنا واجتمعنا. ما الناس كلها بتجتمع، ما الناس كلها بتجلس، لكن أين الواقع؟ أين الحقيقة؟ تعبنا يا أخي، تعبنا الأمهات يموتين وأبنائهم داخل السجون، المسجونين يموت، المختطفين يموتوا داخل السجون وأمهاتهم منتظرة أي حين يخرجين، وهم في الأخير يصيروا يجتمعوا لي في مكان ويجلسوا يتصوروا ويتباحثوا مع بعض. تفضلي بالبقاء معنا سيدة أمة السلام الحاج. أرحب بمن ينضم إلينا من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. سيد الحطامي، مشاورات جديدة في العاصمة الأردنية عمان بخصوص المعتقلين والمحتجزين والأسرى كما يسمي ذلك يعني المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي، ما هي فرص نجاح هذه الاجتماعات برأيك؟ للأسف الشديد هذه هي قضية حقوقية وقضية إنسانية تتعلق بالإنسان. هؤلاء مختطفون معظمهم تم اختطافهم، وبالتالي تحولت هذه القضية إلى قضية سياسية للأسف الشديد تماطل فيها. سيد الحطامي، هناك إشكال في التواصل مع سيد الحطامي من مأرب. أعود إليك سيد الحميدي. في سياق الحديث عن تقييم إذن التوقيت، دلالة التوقيت الآن، يعني ما الذي تجده في هذه النقطة، خصوصا من وجهة نظر الوسيط هنا المبعوث الأممي أو الأمم المتحدة؟ يعني من الناحية الواقعية التوقيت شديد التعقيد، خاصة مع التهاب الجبهات في نهم وإعلان الحكومة موت اتفاقية ستوكهولم. والتوقيت كما قلت لك هنالك احتمالين لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن المبعوث الأممي على وشك المغادرة، ولذلك هو يريد أن يحقق إنجاز مهما كان بسيطا،
والأمر الثاني أن تكون هنالك مفاوضات سرية غير معلنة بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، وجماعة الحوثي ضاغطة في اتجاه الأسرى السعوديين، ودفع بها الحكومة الشرعية بهذا الملف إلى الجلوس إلى المفاوضات، لكن لا توجد أي مؤشرات حقيقية. لماذا؟ لأن اليوم هنالك مبادرات محلية تمشي على قدم وساق، آخرها كان إطلاق ما يقارب 50 أو أقل أو أكثر من سجن مدينة الصالح في محافظة تعز، وهنالك تبادل أسرى موجود على كثير من الجبهات بين جماعة الميليشيات الحوثي وقوات الحكومة الشرعية أو المقاومة الشعبية. ما الذي استجد في ظل كل هذا التعقيدات؟ هذا أمر أعتقد أنه إلى حد الآن غير واضح، لكن نحن ننتظر ما الذي يمكن، إما كما قلت لك إما هنالك مفاوضات غير معلنة، أو أن جريفيث يريد أن يحقق إنجاز ويقول للعالم أن اتفاقية ستوكهولم لم تموت، ما زالت حية، برغم أن كثير من بنودها ماتت فعلا بما فيها البند المتعلق بالحديدة، ومن يتابع أو يرصد انتهاكات جماعة الحوثي في الحديدة، وإلى حد الآن سيجد أن الحديدة عانت من بعد ستوكهولم أشد مما كان قبل ستوكهولم، إضافة إلى مدينة تعز المحاصرة التي إلى حد الآن وهم ينتظرون تحرك اتفاقية ستوكهولم من أجل تجد أو تشم هذه الحرية للمدينة. الحرية اليوم هذه جبهة الحوبان بدأت تشتعل، بمعنى أن اليوم الناس ذاهبون إلى فك هذا الحصار ولو بالقوة العسكرية. الإشكالية هنالك إشكاليات معقدة ومعقدة جدا، لكن يبدو أن الأمر داخل في الإطار السياسي والمناورات السياسية والإعلامية. شكرا لك سيد توفيق الحميدي رئيس مؤسسة سام الحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. قبل العودة إليك سيدة الحاجة، يعود إلينا السيد عبد الحفيظ الحطامي من مأرب، الصحفي من مأرب. أرحب بك سيد الحطامي، كنت تتحدث عن وجهة نظرك حول ما فرص نجاح هذه الاجتماعات التي يقيمها المبعوث الأممي في عمان بخصوص ملف المعتقلين والمحتجزين والأسرى. تفضل سيد الحطامي. لا زالت هناك الإشكالية في التواصل. أعود إليك سيدة أمنة السلام الحاج، في سياق الحديث عن يعني الآن ما هو الوضع بالنسبة للمختطفين والمحتجزين لدى ميليشيا الحوثي؟ ما هي آخر الأخبار التي لديكم بخصوص ذلك؟ يا أخي الموضوع يزيد يزداد أكثر وأكثر، الاعتقالات مستمرة، التعذيب مستمر، المحاكمات مستمرة، يعني بتزيد عتوا ونفورة، هذه كلها بتزيد. على أي أساس سيذهب الوفد اللي يروح يتفاوض؟ إيش بيطرح؟ يعني الآن حكموا على الناس اللي هم بيتهموهم بتهم متعددة بالإعدامات، محكمة بعد محكمة بعد محكمة، التعذيب مستمر، الموت تحت التعذيب مستمر، هذه الانتهاكات كلها مستمرة، يعني العذاب والانتهاكات مستمرة، وفي الأخير نسمع أنه سيذهبوا للتفاوض وسيذهبوا. والله لو أرادوا أمرا، لو أراد الأمم المتحدة أمرا وكانوا صادقين وكانت هذه الأمور من الأولويات كانت تحتلت المسألة من زمان، ولكن الذي نتعلم عنه ويتعبنا كأمهات وكرابطة وغيرها أن هذه القضية بدخلها قضية سياسية ومزايدات سياسية. لكن نقول في الأخير، نقول نأمل إن شاء الله، نشد على أيديهم، نقول لهم، وأنا رسلت رسالة لأحد المتفاوضين أو أحد الوفود الموجودة وفد الموجود، قلت له الأمهات يحملن لكم مسؤولية، لا تكسروا قلوب الأمهات، رجاء لا تكسروا قلوب الأمهات، كل واحدة تأمل أنه ابنها يخرج، وإذا بهم يفشلوا فيما بينهم ويفشلوا في هذه التفاوضات ثم تكتسر قلوب الأمهات واكتسر قلوب الناس اللي داخل السجون. تخيل الآن شحبت أجسامهم، تعبوا، مرضوا، يخرجوا بعاهات متعددة، وفي الأخير نقول نأمل إن شاء الله تعالى، نأمل نشد على أيديهم،
أي فرج لهؤلاء الناس، أي إنقاذ لهؤلاء المظلومون، أي خروج لهذه القضية إلى حيز الإفراج إن شاء الله تعالى. نحن نبارك لهم هذا اللقاءات وهذه المشاورات، لكن لا يكسروا قلوب الأمهات. أسألهم بالله العظيم لا يكسروا قلوب الأمهات، حرام يا أخي حرام. يتقوا الله هؤلاء الناس، يتكلم بيجلسوا إنهم شاعرين إن وراء هذا الموضوع أكثر من 300,000 أم بعد هؤلاء المسجونين. هذا الذي اشطيناهم نحن غير الذين موجودات مكسورات. هذا 3,000 أم الذين من عند الشرعية، خلي أيضا من عند الحوثيين، هي أمهات أيضا، هم يمنيين في الأخير. هؤلاء يمنيين عندما يسمعوا أن أبنائهم سيخرجوا، خيل 6,000 ولا 7,000 أم يتحطم قلبها بهذا الجانب. ارحموا قلوب الأمهات، حرام حرام، ما يجوز. هذه السنين متعددة والأمهات تعاني وتعذب وأبنائهم يعذبوا. وانتم سمعتوا أنين الأمهات، سمعتوا الأم الذي تقول من دخل السجن وهو سلم وخرج والآن جالس ما قدرش حتى يوقف يسلم على أمه. المعاناة تزيد، المعاناة تكثر، الآلام تكثر. تخيل يعني يا أخي، تخيلوا يا ناس، تخيلوا يا عالم، مش تخيلوا، شوفوا واحد محبوس 4 سنوات محروم من كل هذه الأمور. على أي أساس قبض؟ علشان رسالة في تلفون، علشان بلاغ كيدي، علشان موقف سياسي معين؟ هذه قديمة، ما عادش. هذا قدو إجرام بمعنى الكلمة. فليتق الله، فليتق الله هؤلاء الناس. المبعوث الأممي يشد أمره، خلي هذا الأمر من الأولويات. يحسن خاتمته باليمن إن شاء الله، يحسن خاتمته. لا قد رايح تمام يعمل له حتى محسنا نذكره في بين، قل إن شاء الله جزاه الله خير فعل كذا. هيا نشوف هذه المرة كيف يكونوا، وإلا إذا فشلوا هذه المرة سنطلع بالإعلام ونحملهم المسؤولية الكاملة. يخرجوا أبناءنا من داخل السجون. كفى ظلم، كفى معاناة لهؤلاء الناس ولهذه الأمهات وهذه الأسر. يا أخي الأطفال كبروا ما يعرفوش آبائهم. إحدى البنات ذهب زوجها النساء وهي حامل ببنتها لأن 5 سنين، البنت تقول فهي نبي أنا بنتمان. يعني ظلم هذا، ناس مخفيين وناس مسجونين، حرام، ما يجوز. اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله بهؤلاء الناس. أين الرحمة؟ أين الشفقة؟ الناس يشوفوا الأمر كأنه عادي، أصبحت الانتهاكات عادية. وهذه المأساة التي نعانيها عندما نشكو للناس، كل كل الدنيا هكذا. لا، ما هيش كلها. لما سكت الناس عن هذا الظلم الذي حاصل يستشري، ولكن نريد من الجميع أن يقف ويناصر إخوانه الذي داخل السجون، الأبرياء، المساجين، المساكين، هؤلاء المظلومين الذي هم أبرياء، أخذوا من بيوتهم ومن مقار أعمالهم. القضية قضية إنسانية. اليوم في هذا الشخص، اليوم الثاني في كأنت يا أخي، هكذا الدنيا تدور على الإنسان، الرحمة. ولذلك إن شاء الله تعالى نشد على أيديهم، وإلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا منهم جميعا. شكرا على تواجدك معنا رئيسة رابطة أمهات المختطفين سيدة أمة السلام الحاج، كنت معنا عبر الهاتف. أرحب مرة أخرى بالسيد الحطامي، أرجو أن الصوت واضح لديك سيد الحطامي. سيد عبد الحفيظ، لا زالت الإشكالية إذن من المغرب، يبدو أن هناك خلل من التواصلات هناك. على كل حال نصل إذن مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإنصات، الشكر للسادة الضيوف الذين كانوا معنا. في نهاية الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل، في أمان الله.